تحياتي طلابي ومتابعيني من كل دول العالم. احنا نكون اليوم على برج صاحب الشخصيتين اللي ما بتقدر تمسكه من طرف. مثل ما قلت لكم بسلسلة اللي كنت عم اعلمكم عليها، اعلمكم كل برج السيئات اللي فيه وكيف تخلي الناس انه شو عم تخلي الناس انه تنزعج منه، وهذا اللي عم يسبب له مشاكل مشان ما يكون عنده نجاح بحياته. اليوم رح نحكي عن العذراء، او مثل ما بيقولوا له من زمان السنبلي. هو برج كتير له حسناته ولكن له سيئة، هي السيئة هي السيئة القاتلة تبعه. طبعا هلا العذراوات ممكن ينزعجوا مني انه رح قلن السيئة هي، لأنهم هي السيئة هي بيعتبروها شطارة. يعني هي السيئة اللي حكون إياها عن العذراء هو بيعتبرها إنه شطارة وما حدا شايفها، مش كنت مفكر إنه هو ما حدا يعرفها. بس أي شخص بعاش العذراء بعد فترة بيكتشفها، فهذا بيزعجه إنه حدا اكتشفها فيه، وهي إنه إله وشين. يعني مثال، ممكن تلاقي، وهي كتير بيعملوها العذراوات رجال ونساء، ونساء أكتر من الرجال، يحاكوك بالشرف وبالدين وبالأخلاق، وجواتهم نحن ما نقول إنه ما عندهم شرف ولا دين أخلاق، ولكن جواتهم عندهم شغلة عكس اللي بيحاكوك عليها. يعني ممكن بكل بساطة تلاقي امرأة العذراء عم تقول لوحدة انك انت مالك محجبة، اللابسة ضيق، وتحكي عليها بالوقت اللي هي تمام ما بتلبس ضيق وما بتحط حجاب، لانه هي سمينة او مالها حلوة، او لانه اهلها جابرينا، او لانه هي الموضوع هاد هلا مو مصلح. طيب تحسدها لهالبنت الحلوه اللي لابسه اللبس هاد، شو بتعمل؟ بتطالع عنا حكي. من الممكن جدا انك تلاقي رجل او امراه العذراء تكون انت مثلا تيجي انت عم تنزل عم تلعب رياضه، انت عم تاخذ بروتين، عم تاخذ فيتامينات، ممكن يشوفوا سمعتك يقولوا لك انت عم تاخذ هرمونات وفيتامينات، وممكن تكون انت عم تاخذ هرمونات، هن مو قدرانين يعملوا القصه فبيحكوا عليك. ما بيقدروا يمسكوا لسانهم انهم ما يجوا يحكوا عليك بقصه انت ممكن تصير احسن منهم فيها، هي ناجيه عن الغيره. فالشغله ما بيقدروا هن يساووها، فممكنهم انه شو، فممسكون نحن ما بدنا، مثل هذا الثعلب اللي بيحاول يجيب العنب وما بيقدر يقول عنه حصرهم، عندهم الشغله العذراوات. هلا طبعا نسب مختلفه، في منهم متغلبين على نقطه الضعف تبعهم، فهدول بيصيروا من افضل الناس بالعالم. في منهم مو قادرين يتغلبوا على النقطه تبعهم، فهدول ممكن يدمروا حالهم يدمروا اهلهم. طبعا لا تزعلوا مني يا عذراوات، قلت لكم نحن هلا عم نكشف الحقيقه، عم نكشف حقيقتنا الداخليه، عم نكشف النقطه السوداء اللي داخلنا. قلت لكم اول شيء وكل دروسي قلت لكم انا دورت على النقطه السوداء اللي فيه، حاولت اتغلب عليها، وانا بقول لكم الحكي هذا ما بكرهكم، انا بحبكم كثير، بس بدي اياكم تطلعوا من النقطه السوداء اللي فيكم. بدل ما انت تقولي عن فلانه بشعه وفلانه كافره وفلانه ما بعرف شو، لا، روح العب رياضه نحفي حالك. بدل ما تقولي عن فلانه جابت مصاري، لانه جابت المصاري عم تطلقها بطرق وسخه، لا، روح انت اشتغلي وجيبي مصاري. بلا هذا نكون شو هو جمع سمعه الاشخاص يلي انتو بتغاروا منهم. هي الغيره دابحتكم، الازدواجية بالشخصية. يعني وإذا بدك أنت تلبسي دوب الدين، طيب أوكي البسي ما عندي مشكلة، بس وإذا بدك تلبسي البسي من برا ومن جوا، لا تلبسي من برا قدام الناس ومن جوا تكوني أنت غير هيك.
وإذا بتلبسي من برا ومن جوا أنا بحترمك. هكا إذا بتلعبي اللعبة هي برا شكل وجوا شكل، هي ازدواجية بالشخصية، ما قبل ما تأذي الناس، ما لك حتأذي ناس الناس، أنت حتأذي نفسك. يعني وحدة بدها تلتزم، ما أنها لا التزمي، بس مو أنت طول نهارك عم تحكي عن الناس وعم توعي في انه فلان وعلتان، تيجي بعد تقولي لي اني كنت زمه دينيا. تمام، هذا اسمه نفاق، واسمه شو اسمه؟ امراض نفسيه. طبعا هذا منتج عن الازدواجيه والشخصيه، امراض نفسيه عند العذراء. طبعا متى ما شفتوا انتوا عذراء، اي بنت عذراء رح تلاقوا عندها الازدواجيه بهالشخصيه، فدغري انتوا شوفوا. ومتى ما شفتوها بلش عم تحكي بالدين وبالفضيلة، وإذا بتقعد بيناتكم بتحكي من تحت الزنار، عرفوا إنه هي عاهرة خلاص وقتها. تمام، أو راح جمالها فعم تستر بالدين. طبعا في منهم لا، في منها بتعرف هي شو وهي وين، هي بتعرف إنه مين هي، واثقة من حالها، فما عندها شيء. هي ما عندها اضطراب الشخصية، أنا عم أحكي على عزراوات المضطربين بالشخصية. متى ما شفت موظف في العذراء بحكي لك بالشرف والأخلاقيات، واللي بيجي لعنده شخص بياخذ منه رشاوي وبيرجع على البيت ببيض بالشرفيات قدام أهله قدام أولاده، عارف إنه هذا مريض نفسيا. متى ما شفت آشو في مثل عنا بالشامي شو بيقول، قال له واحد عم يعير واحد، تمام، قال له امي شافت امك مبارحة بالكباري، قال له مو مشكلة بس امك شو كانت مبارحة عم تعمل بالكباري؟ ما بيعرف العاهرة الا العاهرة، ولا بيعرف الحرامي الا الحرامي. فانت اذا قاعد عم تتهمي بالناس بالعهر و و و و و، شو عرفك لو ما عندك خبره بهالقصه؟ لو انت بنت شريفه و و و و و ما بتتهمي الناس. طبعا هذا الشيء رح يزعجك مني هلا، يمكن 200 رساله مسبات اليوم جيني من العذراوات. تمام، بس نحن بدنا نكون واقعيين. انا بدي اعالجك من مرض نفسي عندك، بدل ما يكون لك ازدواجية وشين، وانت يا عزراء بدل ما يكون لك ازدواجية وشين ما تعرف تمسك وش فيهم، خلي لك وش واحد. ما منقول وش انك اذا شغلة مو حلوة فيك انك خلاص تفضح حالك، لا، بس اقل شيء لا تحكي عن الناس لا شب ولا بنت. حاولوا لا تحكوا عن الناس، تؤذوا الناس بلسانكم. اذا الناس تؤذوها بلسانكم، مثل ما قال لكم لسان ناس الى لسانات، مثل ما قال لكم عيب الناس إلى عيوب، عفوا، مثل ما الناس إلى عيوب عيب، انتو لكم عيوب. الدنيا دوارة، تشتغلوا بالناس بلسانكم، في الناس إلى لسانات، تشتغلوا الناس بمكايدكم، في الناس إلى مكايد، التهوا بشغلكم وبعملكم. شو ما بدكم اعملوا، نحن ما عم لكم لا كونوا ومع هدول ولا تكونوا مع هدول، يلي انتوا رايحوا اعملوا ما حدا قالوا عنكم شيء، بس لا تتفزكوا وتعملوا حالكم انضف من غيركم. ما في واحد من البشر ما عنده سيئات، ما في واحد من البشر ما له او وجه تاني، بس في فرق. في شخص بيقعد بتفزلك على الآخرين وبيبويض كل كلمة، أنا صاحب دين وأنا الله وأنا محمد وأنا مع الله وأنا مع محمد، إيه خلنا بحلمك، تعلمت لك تصلي ركعتين رح تنشروا عرضنا، يعني تعلمت لكم، بس هلا عرفتوا القبلة من فين بعد نخلص من لسانكم؟ حاش لونا أنتو ما عم يقولكم مين انتو، ولكن عيفوا الناس من لسانكم، عيفوا من الناس من انكم اطبيضوا عليهم. وهون بقولكم يا عزراوات، تصيروا احسن من الناس، بطلوا تتهموا الناس بشرفها باعراضها، عيفوا اتركوا الناس بحالها. فلانة
حاج تغاروا من الناس، خاصة النسوان، حاج تغاري من البنات اللي أصغر منك، حاج تغاري من البنات اللي أقدم لك، حاج تغاري من نجاح الناس، شو بدك من الناس تعملين بدها؟ أتوقع وصلت الفكرة. كونوا معي برج جديد. البرج الجاي الميزان، جايك يا ميزان، جهز حالك، كونوا بخير.